طيب نروح لموضوع اخر، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه، خلاص موسم الامتحانات، وقبل اي امتحانات بنلاقي البيوت فيها حاله طوارئ. الطلاب عندهم ضغط نفسي وتركيزهم مش في افضل حالاته، وده بسبب انه للاسف بعض اولياء الامور ما عندهمش خطه واضحه لتاهيل الاولاد لموسم الامتحانات. كل بيعملوه ضغط نفسي وتوتر، والبيت يتقلب معسكر، تبقى هي دي خطه الاستعداد للامتحانات. عشان كده احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نقدر ناهل الطالب للمذاكره بشكل كويس بدون ضغط دون توتر قبل الامتحانات، مع ضيفتنا مريم الشافعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي. صباح الخير على حضرتك، نورانا. في صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح الخير يا مصر. طيب هدخل في الموضوع على طول. اكيد. ازاي نقدر ان احنا ناهل اولادنا ان هم او نخليهم مستعدين لموسم الامتحانات، ايا كانت بقى الامتحانات، ابتدائيه، اعداديه، ثانويه، جامعات، اي مكان بقى. الحقيقة بصراحة انه اللي قلته ده صح جدا. احنا بنحول البيت لحالة من التوتر والزعيق والهستيريا كده طول الوقت، احنا بنزعق وبس. ادخلوا اوضكم، ما تقوموش من مكاتبكم، ما حدش يطلع من الاوضه. طب انا ذاكرت مثلا ساعه، عايز اطلع، ما فيش موبايلات، ما فيش اي حاجه، كل حاجه بتتسحب فجاه. فاحنا دلوقتي مش هنتكلم على من بدري شويه كنا هنستعد ازاي، احنا اوريدي بدانا امتحانات، فهنقول شكل البيت محتاجينه يكون ازاي، الخطه اللي بابا وماما هيعملوها مع الولاد المفروض يكون شكلها ايه. عندنا كده مجموعه نقط. نمره واحد، لو سمحتوا الهدوء والتركيز على مدرسة في علم النفس اسمها مدرسة الجشتالت، اللي هو هنا والآن. أنا مش هقول بقى لو كنا ذاكرنا من أول الترم كان هيحصل. شكراً. إيه؟ شكراً، دي نقطة مهمة جداً. خلصت يا جماعة لو سمحتوا، جدول الامتحان نزل وإحنا بكرة عندنا امتحان. فلو أنا دخلت الولاد في حالة التوتر دي، هو ولا هيفتكر القديم ولا هيفتكر الجديد، وبكرة لو دخل بالتوتر ده الامتحان لو مذاكر 70% مش هيفتكر منهم أي حاجة. فإحنا عايزين هدوء لو سمحتوا، تنظيم وقت. الولاد لازم ياخدوا بريكس في نص المذاكره. انا بذاكر 25 دقيقه وباخد 10 دقائق، بذاكر 25 دقيقه وباخد 10 دقائق، بعد ثلاث مواد بالتقسيمه دي باخد نص ساعه. مش اول ما يفتح باب اوضته ويقول انا خلصت الدرس الفلاني ازعق واقول له ادخل اوضتك تاني. طب ما هو هيدخل مش هيذاكر حاجه. لا، في جمله شهيره هي المذاكره بتخلص. بالظبط، دي كلنا اتربينا على الجمله دي. مهم جدا الولاد يلعبوا رياضه ايام الامتحانات، حتى لو اداء رياضي بسيط في البيت، هيعمل تمارين في البيت، هينزل يتمشى، هياخد العجله حوالين البيت، ده مهم جدا جدا جدا. لانه لما التوتر بيعلى الهرمونز اللي الجسم بيفرزها بتساعد على التوتر بزياده. عايز اتوقف عند النقطه دي، يعملها ازاي وينظمها ازاي وتقنيعي ازاي كل ام وام واب بيتفرجوا علينا دلوقتي ان هم يعملوا حاجه زي كده. ان هو هيقول لك ازاي انا عندي 24 ساعه، هو بينام قد كده وبيعمل ياكل قد كده، يبقى الوقت التاني يذاكره. ما احنا برضو حن ايه يعني ايه، هنقاوم. هنفاصل طبعا. صح، فاهماني. هقول لهم معلومه مهمه. الولاد عندهم، انا محتاجه دلوقتي بكره لما يروح الامتحان يعرف يستدعي الامتحان. لو انا اشتغلت على التوتر بس، هبقى انا بشتغل على جزء في المخ اسمه المخ العاطفي. المخ العاطفي ده مسؤول عن الطاقه، فهيفرز هرمون ادرينالين بزياده جدا، والولد متوتر هيروح بكره الامتحان مش هيفتكر حاجه من الحاجات اللي هو مذاكرها، وهيفتكرها بعد الامتحان. طيب انا محتاجاه يشتغل باني اجزاء في مخه، بالمخ التحليلي والمنطقي اللي متخزنه فيه المعلومات، وهو متوتر المخ ده مش هيطلع معلومات خالص. اقول لك حاجه يا دكتوره، معلش معذره اتفضل. انا بكتب، يعني من هواياتي ان انا بكتب. ما شاء الله. لما اكون بكتب موضوع واقفل منه خالص، بوقف تماما، باخد بريك، بروح اعمل قهوه، بروح اعمل حاجه، بعمل تليفون، وكمان شويه اشوفه، اوقفله خالص واجي تاني يوم. انطلاقا من اللي بقوله ده، النهارده الطالب بيذاكر وعنده نفس المذاكره، هو دماغه قفلت، افكها ازاي؟ وده اللي انا، دي النقطة اعتقد ان هي فيصل الموضوع. ازاي افك دماغ الطالب؟ ممكن هو يا جماعة مش بعدد الساعات، هو بالاستيعاب. بالاستيعاب. اتفضل. حقيقة هيقوم يلعب رياضة نص ساعة في اوضته، هينزل يمشي مع اصحابه نص ساعة، هيطلع يقعد يتكلم معاهم في البيت، يطلع يعمل فشار ويرجع يقعد يذاكر تاني. لازم افصله للحاله اللي هيرجع مخه يستقبل فيها معلومات تاني. هو لو لعب ربع ساعه ايروبكس على التليفون، كمل طاقه لجسمه هيفرزها، وهيبقى اهدى ازاي، والهرمونز هتتظبط ازاي، وهيدخل يقعد يذاكر تاني ربع ساعه دي، وهيذاكر احسن.
وهيذاكر احسن. لو قعد استيعابه هيبقى افضل. لو قعد معانا في العيله نص ساعه عملنا طبق فشار واتكلمنا مين عنده ايه بكره، خلصنا ايه، هنراجع ازاي، انا فصلته ازاي. لكن انا بفضل اضغط اضغط اضغط، فالولاد بيتخيلوا ان انا طب انا محتاجه اسهر بقى واطبق قبل الامتحان واقعد اشرب حاجات فيها كافيين تخليني اسهر واقعد وقت اكتر. كل ده بيساعد ان الجسم يتحط تحت التوتر اكتر، ونتفاجئ انه يوم الامتحان الصبح الولاد معدتهم بتوجعهم جدا، ايديهم بتترعش، ايديهم بتعرق، كل ده بسبب ان الهرمونز المسؤوله عن التوتر بتفرز بنسبه كبيره جدا في الجسم. يعني هم تبقى مفتحه عادي جدا بس فعلا ما فيش اي قدره على التركيز ولا اي استدعاء لاي معلومه. مش فاكر انا جربتها فانا عارفه جربتها. انا عارف لازم نهدى ونهدي الولاد. في نقطه مهمه للاباء والامهات، ارجوكم نتائج الولاد في الامتحان مش نتائجنا احنا. انا امتحنت وخلصت واشتغلت، يعني شكلي انا كبابا انه ابني ما جابش 99%. لو سمحت دي رحلته، فخليه يتحمل جزء من المسؤوليه بمنتهى الهدوء. جزء من توتري بيبقى شكلي، وازاي انا هقول النتيجه دي قدام الناس اخر السنه، ازاي ما جبتش 95 وابن طنط فلانه جاب 99. طبعا طبعا البرستيج الاجتماعي في الاسره. لو سمحتوا طلعوا نفسكم من الصوره دي. طبعا. رحلته هو، ولما يحس ان درجاته تاثرت بشكل ما هو هيعمل بلان مختلفه للترم الجاي. في جزء مهم ان انا محتاجه ادربه ليله الامتحان. لو احنا متوترين بالشكل ده هنقعد نحل اسئله، والسؤال اللي مش هنعرفه مش هنصرخ ونقول ما انت عشان ما ذاكرتش، لا، السؤال اللي مش هنعرفه هنفتح نقرا اجابته عشان يفتكروه في الامتحان. طيب يعني زي ما حضرتك قلتي نبعد عن التوتر ايا كانت هوايته، نسيبه يعملها كل ساعه كده 10 دقايق، ايا كانت موسيقى بقى، رياضه، عايز يتكلم مع اصحابه، عايز مكان. يطبخ، يعمل اللي هو عايزه بالظبط. طيب بالنسبه بقى للاكلات اللي ممكن تساعد على التركيز، اخبار موضوع ساندوتش الحلاوه ده ايه، حقيقي ولا؟ طيب احنا مش مع خالص ان الولاد ياخدوا نسبه سكريات عاليه، علشان الولاد دي نقطه مهمه، سكر عالي بالشكل ده المناعه بتقل في اول نص ساعه بعد الوجبه دي، بتقل في الجسم. احنا في موسم في شتاء، الجو متغير، لو الولاد مناعتهم قلت اغلبهم هياخدوا ادوار برد، وندخل في التوتر بتاع انه عيان وهيروح الامتحان ازاي وهيدخل اللجنه ولا مش هيدخل. فلو سمحتوا احنا محتاجين نشرب ميه كويس جدا، ناكل فواكه، الولد يفطر قبل ما ينزل الصبح اكل طبيعي يا جماعه، مش لازم نسبه سكريات عاليه قوي. صحيح. لا، بعمل بيض، بعمل ساندوتش جبنه، بياخد حاجات مفيده بالنسبه له. ايوه، مش لازم سكر نسبته عاليه، هياخد السكر من الفاكهه عشان السكر اللي نسبته عاليه بيوقع المناعه. ومش صحيح. من مصلحتنا خالص في كل الاعمار. نقطه اخيره ومهمه جدا وفيصليه، اللوم والعتاب وكثره اللوم والعتاب. احنا حرمنا نفسنا من المصيف عشان ندفع لكم الدروس، احنا ولا مش عارف. الشعارات الرنانه داخل البيوت المصريه يا دكتور، رايك فيها ايه وتاثيرها النفسي ازاي على الاطفال او على الطلاب؟ ده الكلام موجه للاب والام هنا بقى، مش موجه للطلاب. احنا فعلا نسبه اللوم والعتاب في حياتنا كمصريين عموما عاليه، يعني جدا. انا كاب او كام خدت قرار انه انا هصرف بالشكل الفلاني عشان انا محتاج نتيجه معينه، النتيجه دي مش هتحصل بكره. انا مش محتاج احمل ابني نتائج القرار اللي انا اخدته، لانه هو لسه بيتعلم وبيقع وبيجرب وبيشوف وبيتعلم من الدرس. مش بكره الولد هيبقى ناضج وعاقل وعارف قيمه اللي بيتعمل له، ده قراري. فلو سمحتوا اللوم والعتاب والتوبيخ بالشكل الكبير ده، ده بيعمل ايه؟ بيضعف ثقته في نفسه وبيزود التوتر جدا، وبيخليه طول الوقت عايز ينسحب عن مواجهه اي حاجه جديده علشان يتجنب الم انه ممكن ما ينجحش فيها. يعني طبعا تأنيب الضمير طبعا طول الوقت، ويخاف يشيل اي مسؤوليه عشان ما يتحملش اي عواقب اي شيء. طبعا ده صعب جدا، مساحه جلد ذات بقى عاليه جدا. انا اللي بوظت حياه بابا وماما لو اختلفوا لما حصل ده، انا اللي ما ساعدتهمش، انا ما بسطتهمش، كل ده جواه مش بيتقال خالص. يعني جلد الذات يزداد عند كثره العتاب. طبعا طبعا، انا مش كفء ومش كافي بالشكل المناسب، وما حققت لهمش الحلم والطموح اللي هم عايزينه. يعني احنا طبعا بنحيي حضرتك دكتوره مريم الشافعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي. واعتقد يا دكتور زي ما كنا بنتكلم مصطفى كان بيقول لحضرتك، الاهالي بتصرف فلوس كتير جدا على التعليم والدروس و عشان مجموع معين عشان يدخلوا الجامعات وما الى ذلك. اعتقد في جانب مهم جدا لازم برضو يركزوا فيه، وهو فكره الجانب السلوكي، ان هم ينموا سلوكيات ولادهم، يحسنوا من الكوميونيكيشن سكيلز، التواصل عندهم، التعامل مع الناس، دي في حد ذاتها كفيله ان هي تفتح لهم ابواب كتيره جدا.